بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم جينا باش نوقفوا واحد الوقفه السنكاريه تنديدا بالعمل الشنيع اللي قامت به السبليونيات بجوج نظرا للروح المغربيه، لانها كدين بصفه عامه هذا العمل الشنيع اللي هو لا اخلاقي في حق المملكه المغربيه. هنا هنايا اليوم كنقولوا بلي ان هذا العمل هذا ما يمكنش يكون في المملكه المغربيه بصفه عامه، لان المملكه المغربيه تعتبر دوله اسلاميه ذات مرجعيه اسلاميه.